بنا نتحول إلى نيودلهي لمتابعة كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباشرة. هذا التبادل للمذكرات التفاهم This exchange will be on the Egyptian side by Dr. Amer Ahmed Samir Talat, Minister for Communication and Information Technology, and on the Indian side by Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Communication and Electronics and Information Technology. Mr. Ministers, please. إذا مشاهدينا نتابع في هذه الأثناء هذا اللقاء الصحفي على ما يبدو يتم تبادل فيه مذكرات ما بين الطرفين الهندي والمصري في إطار زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي إلى الهند. طبعا تأتي هذه الزيارة في تلبية لدعوة الرئيس يعني ناريندرا مودي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمشاركة الهند، وطبعا تزامنا مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وللمشاركة أيضا في الحدث الذي تقيمه الهند وهي احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند منذ العام 1950. في هذه الأثناء يتم تبادل ربما المذكرات ما بين وزراء الحكومتين، فيما يبدو أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون ما بين الطرفين على مستوى أو مختلف المستويات الاقتصادية العسكرية والتجارية في طبيعة الحال، كما ذكرت يعني المصادر أنه في تنمية التجارة والاقتصاد. هذه ثالث زيارة يقوم بها الرئيس السيسي إلى نيودلهي، الأولى كانت في أكتوبر من العام 2015 والثانية في سبتمبر 2016، وطبعا هذه الزيارة الثالثة في سياق ما ذكرنا أول دعوة للمشاركة كضيف رئيسي في عيد الجمهورية الهندية. يبدو أنه تم توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي كما ذكرنا ما بين الجانب المصري والهندي في إطار تعزيز التعاون الوثيق بين الجانبين. طبعا هذه الزيارة تتخلى لقاءات مع عدد من المسؤولين ولها طابع أيضا اقتصادي في مسألة التعاون وتنمية الاستثمارات الهندية وتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. هذه الاتفاقيات التي يبدو أنه تم توقيعها في هذه الأثناء يعني تدور في فلك ربما التعاون الثقافي ما بين الطرفين والزراعة وتنمية ربما الشباب ما بين الطرفين في تبادل طبعا على مختلف الأصعدة، فيما شهدت هذه الزيارة تبادلات أو نقاشات اقتصادية واتفاقيات أو بحث في إطار اتفاقيات اقتصادية واستثمارات، فيما يبدو بأنه في إطار الشراكة بين مصر ودول منطقة آسيا اقتصاديا. طبعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان كما ذكرنا سبق وأن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ثالث زيارة رسمية إليه إلى الهند للمشاركة كضيف رئيسي في عيد الجمهورية الهندية. بعد هذه بدء أود أن أرحب بفخامة الرئيس المصري.
सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा। 4000 वर्षों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता था और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में طبعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في هذه الاثناء تحدث في هذا المؤتمر الصحفي الذي شهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الهند ومصر في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار تطوير العلاقات وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين الطرفين على مختلف المستويات. شهدت اتفاقيات على مستوى الثقافي، الزراعة، وتنمية الشباب، وطبعا يعني هي زيارة بمستوى رفيع تشهدها اليوم العاصمة الهندية. كان الرئيس المصري قد قام أيضا بجولة وزار ضريح المهاتما غاندي في العاصمة الهندية وعبر عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط القاهرة بنيودلهي، وشهد لقاءات أيضا ثنائية على مختلف المستويات تحديدا الاقتصادية في إطار تنمية الاستثمارات الاقتصادية والتعاون في المجالات العدة بين القاهرة ومصر في إطار طبعا التحولات التي يشهدها العالم. هذه الزيارة تكتسب أهمية كبرى بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا، قد نعود في حال ورود أي جديد.